السلام عليكم ورحمة الله. البيانات بأنواعها بتفتح لك نافذة عشان تفهم المجتمعات وتحلل سلوكهم، وبالتالي ممكن تستغل هاي البيانات لصالحك كصاحب متجر أو مرشح رئاسي. اليوم حنتكلم عن استخدام البيانات لاكتشاف أنماط مثيرة للاهتمام كتير من الناس بيعملوها. على سبيل المثال، أمازون بناء على تحليل بيانات زبائنها اكتشفت أن الأشخاص اللي بيشتروا لعبة Call of Duty كانوا بيشتروا بامبرز للبالغين، وبنترك تفسير الرابط العجيب لخيالك عزيزي المشاهد. أمازون وغيرها من المواقع بتقوم بتحليل أنماط الشراء للزبائن عشان تقدر تكتشف أنماط مثيرة للاهتمام ومتكررة الحدوث ممكن تستغلها عشان تحسن تجربة مستخدميها وتزود رضاهم وأيضا تزود مبيعاتها. تحليل الأنماط مش مقتصر على مواقع أو أماكن البيع زي أمازون وغيرها. تحليل الأنماط ممكن يستخدم في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال موقع إخباري أو رياضي ممكن يحلل شو هي الصفحات اللي يتم زيارتها بشكل متكرر لكثير من المستخدمين، وبالتالي ممكن مسؤول الموقع يربط هاي الصفحات بطريقة سهلة وظاهرة عشان يحسن تجربة المستخدمين وهم مع الموقع. في المجال الطبي، تحليل الأنماط بيساعد باكتشاف الأمراض بشكل مبكر، فمثلا اكتشاف انه الجين ألف مع البروتين باء بيؤدوا الى المرض جيم. اكتشاف الأنماط بيساعد برضو بكيفية تصميم مواقع البيع من الداخل، فمثلا عند اكتشاف ان السكر والشاي يتم شرائهم مع بعض بطريقة متكررة، فممكن تحط السكر والشاي بأماكن بعيدة عن بعض عشان تضمن انه الزبون يتحرك بكل أنحاء السوبر ماركت، وبالتالي تزود فرص شراء منتجات أخرى. تحليل الأنماط بيساعد برضو باكتشاف مجموعات الزبائن اللي إلهم نفس الأنماط الشرائية، فمثلا النساء الحوامل أو الزبائن أصحاب القدرة على شراء منتجات غالية الثمن أو الزبائن النباتيين أو الزبائن محبي براند معين. هذا التصنيف بيساعد المتجر أنه يرسل لهم كوبونات شرائية تستهدفهم. خلونا نبدأ بمثال بسيط. لو فرضنا أنه عندك سوبر ماركت بتبيع فيه منتجات كتير ومن ضمنهم خبز، حليب، حفاضات أطفال، كولا وبيض، ولنفرض برضو انك بتخزن مشتريات الزبائن، فمثلا زبون الف اشترى خبز وحليب، زبون باء اشترى خبز وحفاضات اطفال وكولا وبيض، زبون جيم اشترى حليب وحفاضات اطفال وكولا، وزبون دال اشترى خبز وحليب وحفاضات اطفال وكولا، واخيرا زبون هاء اشترى خبز وحليب وحفاضات اطفال. كل سطر في هذا الجدول اسمه صفقة او ترانزاكشن. بالمجمل عندنا 5 صفقات، كل عمود بيمثل منتج واحد. طبعا بمثال واقعي المفروض يكون في آلاف أو ملايين من الصفقات وكمية منتجات أكثر من 5 اللي أخذناهم كمثال، أو أكثر من 5 أعمدة. الآن هدفنا من البيانات اللي جمعناها نعرف إذا في قوائم من المنتجات كتير من الزبائن بيشتريهم مع بعض. لكن قبل ما نحدد شو هي قوائم المنتجات اللي يتم شرائهم مع بعض، خلينا بداية نحدد قوائم المنتجات متكررة الحدوث. خلينا نتطلع على قائمة من منتج واحد. عندنا في 5 قوائم: خبز، حليب، حفاضات أطفال، كولا وبيض. خلينا الآن نحسب التكرار لكل واحد منهم. التكرار هو عدد مرات شراء المنتج. الخبز مثلا حنلاحظ انه موجود في 4 من اصل 5 صفقات، وبالتالي تكراره 4. الحليب موجود في 4 من اصل 5 صفقات، وبالتالي تكراره 4. حفاضات الاطفال تكرارها برضو 4، الكولا 3 والبيض 1. الان خلينا نتطلع على القوائم من منتجين. في عنا 10 قوائم من منتجين زي خبز وحليب، خبز وحفاضات اطفال، خبز وكولا، خبز وبيض، حليب وحفاضات اطفال، كولا وبيض الى اخره. وبنفس الطريقة حنحسب التكرار لكل واحد من 10. فمثلا الخبز والحليب موجودة في 3 من أصل 5 صفقات، وبالتالي تكراره 3. وبنفس الآلية بنشوف القوائم من 3 منتجات زي خبز، حليب، حفاضات أطفال، القوائم من 4 منتجات، وأخيرا القوائم من 5 منتجات، وبنحسب التكرار لكل واحدة منهم. السؤال الآن، مين من هاي القوائم سواء اللي من منتج 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 يعتبر متكرر الحدوث أو frequent؟ هذا انت بتحدده بحيث انك بتحط عتبة او قيمة بتحدد من خلالها شو اللي تعتبره متكرر الحدوث او لا. فمثلا لو افترضنا انه العتبة 3، فبالتالي اي قائمة من المنتجات حتكون متكررة الحدوث اذا تكرارها بيساوي العتبة او اكتر.
فمثلا الخبز حيكون متكرر الحدوث، الخبز والحليب برضو متكرر الحدوث، لكن الخبز والحليب وحفاضات الأطفال مش متكرر الحدوث لأنه تكراره بيساوي 2 وهو أقل من العتبة. لتوليد قواعد المزاملة أو الأسوشيشن رولز اللي من خلالها منقدر نعرف شو المنتجات اللي كتير من الزبائن بيشتروهم مع بعض، بنقوم بالآتي. افرض انه في عنا قائمة او بنسميها item set من 3 منتجات متكررة الحدوث، فلنفرض خبز وحليب وحفاضات اطفال، ولنفرض انه تكرارها 3. الان من هاي القائمة ممكن توليد عدد من قواعد المزاملة، الناس اللي بتشتري خبز وحليب بتشتري برضو حفاضات اطفال، او الناس اللي بتشتري خبز وحفاضات اطفال بتشتري برضو حليب، وهكذا. لانه القائمة هاي والمكونة من 3 منتجات متكررة الحدوث، اي قاعدة مزاملة مكونة من حتكون أكيد متكررة الحدوث. لاحظ أنه إحنا عرفنا اختيارنا لقواعد المزاملة بناء على التكرار أو الدعم، لكن وحدة القياس هاي مش دائما صح ومش دائما بتعطيك قواعد مزاملة منطقية أو ذات أهمية. فمثلا القاعدة أنه الحليب والخبز يتم شرائهم مع بعض حيكون لها تكرار عالي، ببساطة لأنه هدول المنتجين يعتبروا من الأساسيات في كل بيت، وبالتالي هاي القاعدة مش ذات أهمية. لذلك يوجد العديد من وحدات قياس جودة قواعد المزاملة. احنا حكينا انه في سيناريو واقعي بيكون عندك ملايين من الصفقات والاف من المنتجات، بالتالي الطريقة الساذجة او النايف لاكتشاف الانماط حتاخد وقت كبير كتير. عشان نشرح هاي الطريقة خلينا نمثل الجدول هذا بطريقة اخرى من خلال اشي اسمه لاتس او الشبكة. بهاي الشبكة في عنا بالصف الاول 5 منتجات A, B, C, D, E، هم عبارة عن الخبز، الحليب، حفاضات الاطفال، كولا وبيض. حنبدأ بالقوائم من منتج واحد. في مثالنا عنا 5 منتجات وبالتالي عنا 5 قوائم من منتج واحد. لكل قائمة منهم حنمشي على كل الصفقات ونحسب التكرار زي ما عملنا من قبل. بعد هيك حنجيب القوائم اللي من منتجين، في عنا 10 قوائم، لكل قائمة منهم حنحسب التكرار، بعدين حنشوف القوائم من 3 منتجات، بعدها من 4 منتجات، وأخيرا القوائم من 5 منتجات. هاي الطريقة مكلفة جدا حسابيا وتسمى نايف أو ساذجة. لو كان في عنا 100 منتج فحيكون عنا 2 مرفوعة للأس 100 من القوائم، ولكل قائمة بنمشي على كل الصفقات عشان نحسب التكرار. الطريقة الساذجة اللي شرحناها من شوي تعقيدها أسي أو إكسبوننشل، يعني رقم مرفوع لأس. بشكل عام حاول تتجنب أي طريقة أو خوارزمية تعقيدها أسي، إنها حتاخد وقت كبير عشان تطلع نتيجة. حلقة قادمة حنتحدث بنوع من التفصيل عن تعقيد الخوارزميات. عشان نتجنب الطريقة الساذجة ونحسن من الأداء، فالأبرايوري ألغوريثم تستغل خاصية بسيطة. لو اطلعنا على هاي الشبكة مرة تانية وخلينا نفرض أن القائمة AB مش متكررة الحدوث، فبالتالي أي قائمة فيها AB قطعا مش متكررة الحدوث. هاي الطريقة ما بتولد أبدا أي قائمة فيها فرع مش متكرر الحدوث. احنا اليوم حكينا كيف ممكن نبحث عن انماط متكررة الحدوث بين كتير من المستخدمين، تكلمنا عن اهمية ايجاد هاي الانماط للبزنس، لكن ممكن برضو نكون مهتمين بالانماط نادرة الحدوث. تخيل مثلا في مجال امن الحاسب، الانماط متكررة الحدوث هي الانماط الطبيعية وما في منها خوف، بس الانماط نادرة الحدوث هي الانماط المهمة. برضو تخيل لو في عندك قاعدة بيانات بتحتوي على سلوك الناس في الأماكن الحساسة زي المطارات مثلا. الأنماط كثيرة الحدوث هي الأنماط الطبيعية، لكن الأنماط نادرة الحدوث هي الأنماط اللي بدها اهتمام. شاركونا بأسئلتكم وردودكم على هاي الحلقة في التعليقات. إذا برضو حابين نحكي عن موضوع معين اكتبوا لنا في التعليقات.